زعيم الفقراء اللي لم يفتكرهم احد بعد الله، وجايب التاريخ معايا، لان تاريخ لا تقدم لأمة بدون العلم، وانا معايا العلم، وقبل العلم معايا ربنا. وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. عايز ترشح لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سوف يجيء عليكم حكما بمنهاج النبوة والخلافة الراشدة، يمكس فيكم ما شاء ثم ينزعه الله منكم، ثم يجيء عليكم حكما عاضا يمكس فيكم ما شاء ثم ينزعه الله منكم، ثم يجيء عليكم حكما جبريا يمكس فيكم ما شاء ثم ينزعه الله منكم، ثم يجيء عليكم حكما بمنهاج النبوة والخلافة الراشدة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يا باشا حضرتك جاي ترشح لي؟ نعم حضرتك جاي ترشح. انا جاي طالب بحقي من 3 سنين زعيم الفقراء اللي لم يفتكرهم احد بعد الله. قل جاء الحق وزهق الباطل. يعني انت عايز ان الباطل كان زهوقا. انت عايز ترشح للرئاسة؟ ليه؟ انت شايف انت شايفك المقومة؟ شايفك ايه يختلف عن الاخرين؟ هي المقومة. مطلوب راجل صريح، مطلوب رئيس واضح مع الشعب، مطلوب الصراحة والشفافية في كل الامور، مطلوب واحد بيع دمه عشان خاطر مصر، مطلوب واحد يشيلها من بق ابنه وعياله عشان يدي الغلبان اللي مش لاقي ياكل تحت الكوبري، عارفينهم؟ طب انا بقى زعيم بتوع تحت الكباري. انت عندك برنامج انتخابي؟ خلاص يا باشا، اللي هم اصل مصر جعلوا اعزه اهل مصر اذله. طب انت حضرتك جمعت التوكيلات؟ انا ماليش توكيلات، الزعيم مفوض من قبل الشعب. مين اللي فوضك؟ فلول، اخوان، فقراء. كله فلول خدت عهدها ومشي. الاخوان خدت عهدها وتوكلوا على الله. لسه مين؟ الفقراء بالزعيم بتاعهم. انت كنت بتقول من شويه ان انت من نسب الاشراف. نعم، نحن سلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مين؟ عيلة الحملاوي. انا خالد الحملاوي يا فندم، زعيم الفقراء. ومن هو الحملاوي؟ اسالوا التاريخ عن شيخنا الحملاوي، واللي مالوش قديم مالوش جديد. منين يا استاذ خالد؟ وعلى الاصل دور خالد الحملاوي موظف منه الريح ست مستريح بمجلس مدينة بلبيس. خالد الحملاوي موظف بمجلس مدينة بلبيس. بصك انا حبيبك عسل. خالد الحملاوي موظف بمجلس مدينة بلبيس. طب حضرتك برنامج انتخابي ايه؟ طب الصعود بالفقراء بمشتملاته. ازاي؟ جاي يحقق عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية، هي ال3 حاجات اللي قام عليها الشعب. طب الحاجات دي الثورة قامت بالفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. لا هو ربنا. هتعمل ايه؟ طبعا ماشي. طبعا شيء. انت ازاي هتتعامل مع الحاجات؟ خالد الحملاوي اول من طالب بسقوط حسني مبارك عند الميدان في باتا في باتا في بلبيس. قلت يسقط يسقط حسني مبارك. طب حضرتك من شويه قلت انت خارج الموبايلات او ليه؟ لان الموبايلات والنت والمحمول والكلام ده كله جعل أمة اقرا اللي هي أمة الرسول لا تقرا، وأمة لا تقرا اللي هي الغرب بتقرا في حياتنا. هل هذا اسعاف؟ هل ده